قول لي حضرتك مبسوط في الحياه هنا في الشلاتين؟ الحمد لله. ايه مشاكلك اللي هنا؟ الميه. مشاكل الميه. في ميه عاملاها الحكومه، هي ميه مكثف اللي هي بتبقى مستحمه منها ونغسل منها ونشطف منها والكلام من ده. تمام. بس ما تشربش لان المواسير وهي ماشيه بتبقى مليانه غبار وصدى وكلام من ده. اللي راجع على البحر.